مساء الخير مشاهدينا وما كنتوا تتابعوا فينا في شنصاير ترند. مرحبتين بكم في فقرة جديدة من شنصاير ترند. اليوم حنحكوا في موضوع شغل مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين. الموضوع كان بالحديث على فيلم للممثل المصري الفنان هاني رمزي، واللي أعلن على فيلمه الجديد بعد غياب 3 سنوات، والفيلم اللي يحمل اسم عمر المحتار. الفيلم هذا لقى ردود أفعال كبيرة جدا في الأوساط الفنية الليبية والمصرية، واللي على ضوءها كان الاعتراض دائما حول الاسم عمر المحتار للتوصيف أو لاقتباس الاسم من الشخصية الجهادية الليبية شيخ الشهداء عمر المختار. الفنان هاني رمزي أعلن من خلال تغريدة على صفحته الخاصة أو الموقع الخاص به على تويتر، قال: أعتذر لكل من فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار، وأؤكد أن الفيلم ليس له علاقة، ونحن صناع الفيلم شغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم، وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري. نمشي على طول للعاصمة المصرية القاهرة، ورحبوا معنا بالفنان المصري هاني رمزي. أستاذ هاني مساء الخير. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ مرحبتين بك بي. أستاذ هاني ديما الشعب الليبي، وتحياتي لكل المشاهدين. طيب هاني رمزي نعرف ديما بالاقتباسات، جيمس بوند، سامي أكسيد الكربون، مرة هذه عمر المحتار على وزن عمر المختار، صارت ضجة كبيرة هلبة على الاسم. هل كنت تعرف أنها حتصير هذه الضجة؟ لا طبعا، ما كنتش أتخيل أن الموضوع ممكن يوصل لكده إطلاقا. أنا جالي سيناريو بالاسم ده، والشخصية فعلا شخصية عمر اللي هي في الفيلم لا تمت إطلاقا للمجاهد العظيم عمر المختار، وهو شخص عادي جدا موظف في شركة، ولكن بيقع في حيرة وحواليه ألغاز كتيرة، وهو ده الموضوع يعني، لكن لا يمت ده خالص. احنا اتفاجئنا الحقيقة من اسم الفيلم بعد الإعلان عنه، انه أثار هذه الضجة، وابتديت أتابع هو الناس متضايقة ليه وكده، فعرفت على طول ان الناس فهمت ان ده سخرية من اسم المجاهد العظيم، وهو رمز من رموز الوطن العربي، واحنا كلنا بنجله يعني. فاتفاجئنا الحقيقة بالحكاية دي يعني. طيب اسباب اعتذارك على حسابك الخاص على تويتر؟ هقول لحضرتك على حاجة. أنا شخصيا يعني وأعتقد زي كتير جدا من المصريين بيحبوا الشعب الليبي جدا، وانتوا عارفين انتوا أشقاء لينا وغالين علينا جدا، وكمان بنجل هذا المجاهد العظيم اللي حارب الاستعمار أكتر من 20 سنة ومات شهيدا. فلمجرد ان احنا عرفنا ان هناك غضب، وان الناس فهمت ان احنا بنسخر بسبب اسم عمر المحتار مع اسم عمر المختار، فاعتبروا ان دي نوع من انواع السخريه. على طول رحت اجتمعت مع صناع الفيلم وقلت لهم: مستحيل، احنا نازلين اصلا نسعد الناس، احنا مش نازلين نضايق اي حد، ايه المشكله في الاسم؟ الاسم فعلا ممكن على وزن عمر المختار، فاذا كان ده هيضايق حد احنا نغير الاسم خالص. ولقيت ناس كتير جدا منزعجة وقالوا: ازاي يعني تعمل كده؟ والحقيقة كان في سابقة زمان الرقابة المصرية تدخلت فيها، لما كان الله يرحمه الفنان علاء ولي الدين عمل فيلم الناظر صلاح الدين، فقالوا: لا، ده نوع من أنواع السخرية من الناصر صلاح الدين، فخلوه اسم الناظر بس. أنا بقى من غير ما نتطرق لرقابة ولا أي حاجة، الرقابة بداخلنا إحنا كفنانين أدركنا على طول إن ده هيضايق أي حد، فإحنا قلنا: لا، لا يمكن، وإحنا بنجل الشعب الليبي جدا، ونجل ما حدث مع هذا المجاهد العظيم اللي تصدى للاستعمار، فلا يمكن هنسمح بحاجة زي كده. وقدمت اعتذار لكل اللي اتضايق وكل اللي زعل، وبكن للكل احترامي واعزازي ليهم،
ووضحت ان احنا نازلين بفيلم يسعد الناس مش يضايق اي حد او اي شعب، وطلبت قبول الاعتذار ووعدت بتغيير اسم الفيلم، وفعلا اتفقنا جميعا على تغيير اسم الفيلم، وبكده اعتقد ان الموضوع انتهى يعني. طيب شنو حيكون اسم الفيلم الجديد؟ الاسم الجديد لسه ما اخترناهوش، لكن اوعدك انه لا يمت علاقه خالص بالاسم القديم، وبكده ما اعتقدش ان حد هيزعل، بالعكس انا اتمنى ان الفيلم ده كمان يعجب الشعب الليبي، وان شاء الله يعجبه ويرسم ابتسام على وشوش كل الليبيين يعني. طيب هل برايك الضجه اللي صارت على الاسم ممكن تخدم الاسم من ناحيه تجاريه، خصوصا بعد غيابك 3 سنوات، فممكن يزيد من اسهم الانتاجيه خلينا نقوله للفيلم الجديد؟ يعني الكل يترقب من هو عمر هذا الشخصيه، خصوصا بعد الجدل اللي صار على الاسم. انا هقول لحضرتك على حاجه، الفيلم الجيد هو اللي هيفرض نفسه، يعني افرض احنا عملنا فيلم رديء وحصلت ضجه وبتاع، هل تفتكر ان الفيلم الرديء هينجح؟ مستحيل. لكن الفيلم الجيد هو اللي هيفرض نفسه. الموضوع الفيلم ده موضوع قوي جدا، وموضوع العالم كله عايشه، هو موضوع بيخص الانغماس في السوشيال ميديا والعالم الوهمي اللي احنا عايشينه، وكل العالم دخل على السوشيال ميديا وابتدى يعيش فيها حياته بالكامل، لدرجة ان النهاردة في ناس بتتسوق عن طريق السوشيال ميديا، وبتتقابل عن طريق السوشيال ميديا، وبيحتفلوا وبيهنوا بعض ويعزوا بعض، والحياة بقت بالكامل على السوشيال ميديا. فده موضوع الفيلم اصلا. اعتقد ان الفيلم ده يهم الصغير والكبير، وهيدي جرس انذار لهذا العالم الوهمي اللي احنا عايشين فيه. فأنا أعتقد أن ده فيلم موضوعه جيد، أتمنى أنه لما يتصور ويطلع يعجب الناس ويسعد الناس، وهو ده مقياس النجاح بالنسبة لي. لكن مش اسم يعني، ممكن الاسم يشدك ويدخلك الفيلم، لكن ممكن تطلع تقول الفيلم وحش، هتخلي سمعة الفيلم سيئة، وهيقولوا لا الفيلم مش كويس، مش هينجح. طيب بما أنك أعتقد أول مرة في وسيلة إعلام ليبية، بعد اعتذارك على تويتر بتغريدة، نبو منك اعتذار آخر من نوع آخر، اختار يتتكلم ليبي، يتكلم الليبيين بشخصية حبوها مش ليبيين بس، كل العالم العربي، وهي شخصية أبو العربي. فاختار أنت يعني اعتذار ازاي؟ طيب اصالحهم، اقول لك يعيشك يعيشك، لا في تونس يعيشك، خلينا على ليبيا. ربنا يخليكم، وانا بجد صدقني انا لي اصدقاء كتير جدا جدا من الشعب الليبي، وعشت معاهم فترات طويله هنا في مصر، وكانوا رايحين جايين على مصر، ومصر شقيقه لليبيا، واللي عايز اقول لك عليه ان احنا لا يمكن نسمح باهانه اي حد، لا يمكن. احنا نازلين نسعد الناس صدقني، وبعيدا عن اي حاجه، اول ما استشعرنا ان هناك نوع من انواع الحساسيه والفهم الخطا لغينا الاسم على طول. خلي بالك ان هذه الضجه هتنتهي في خلال يوم يومين بالكثير، وخلاص اللي هيتكلم عليها هيتكلم عليها النهارده وبكره بالكثير، لكن يبقى ان انا اعمل لكم فيلم اعتذر بيه فعلا، وده الفيلم اللي ممكن يسعدكم ويبقى حاجه حلوه ليكم. طيب طلب بسيط جدا، انك انت تقول لي الكلمتين هما بصوت ابو العربي. ابو العربي حبيبي، حبيب قلبي، وحشني يا حبوب، وحشني كتير والله، عايز اشوفكم بقى في مصر، تيجوا تنورونا امال. نعم، شكرا لك الفنان هاني رمزي، شكرا على حضورك معنا وعلى تلبيتك الدعوة وعلى تواضعك، إن شاء الله تكون لنا مواعيد تانية، وإن شاء الله رسالتك تكون وصلت زي ما حبيت أنت توصلها. يا فندم أنا اللي بشكركم، وآسف مرة تانية، وأرجو قبول اعتذاري، وأنتم غاليين عليا جدا. شكرا لك أستاذ هاني، شكرا لك.